تكملة يا جماعة المذكرة الجديدة صفحة 16. She is a very person well rounded الأولانية. طبعا عملنا فيها هاي في الليه عشان في بعدها اسم يعني. بيرسون اسم عندك أو بعدها يبقى بلا صفة مركبة. طبعا well rounded صفة في كتاب المدرسة معناها ممتلئ الجسم. لا معنى كامل أو ممتلئ الجسم. The headline give a false. بقول لك العنوان ده بيدي false impression انطباع خاطئ. Impression يعني انطباع يعني. We mustn't park here. We aren't allowed. غير مسموح لنا. We aren't allowed. طبعا ليت ما بتجيش مبني مجهول. Practicing. ممارسة السيلف كير. الاعتناء بالنفس. هتقلل التوتر عندك. Reduce stress. مش burn out. Burn out الأولانية معناها التعب والإرهاق. The third quarter results reflect بتعكس continued improvements in productivity اللي هو الإنتاج. Productivity اللي هي الإنتاج. عملية الإنتاج يعني. Walk to school when you were in primary school. Did you use? الأولانية صيغة سؤال. Past habit. ليه ما ينفعش would you? Would you ما بتجيش في صيغة السؤال في past habit. Would you ما بتستخدمش مع الأفعال التكرارية ولا صيغة السؤال. I was very impressed. منبهر. Impressed. الأخيرة. طبعا اللي بعدها I don't know why they left so early. لما مشوا بدري. They needn't. مفروض ما كانش يعملوا كده. Needn't have. لأن الحدث تم خلاص. نيد انتهاب والتصريف الثالث. أمال نيد انتهاري بتساوي don't have to hurry. يعني A B بتساوي C. الاثنين دول كده بيساوي بعض. فالاثنين دول كده خطأ. اللي هي B و C غلط عشان بيساوي بعض. Pilgrims اللي هو الحج. Journey رحلة الحج يعني أو رحلة الحج is distinguished by بتميز by sacred الأخيرة. يعني كلمة sacred معناها مقدس. الغرض المقدس منها. Secret في طبعا في الكلمات اللي عندكم. I not to at the hospital yesterday had my eyes examined الأخيرة. طبعا والتالتة غلط إنه مفروض يحط get أو have وبعدين المفعول get my eyes examined. Though بالرغم they were poor لما فقراء they had pride عندهم فخر وكبرياء و nothing could make them feel ashamed. مفيش حاجة بتخليهم يشعروا بالخزي أو بالخجل يعني. Pride الفخر الكبرياء. أوبليسك طبعا أوبليسك اللي هي رقم سيريات معناها المسلة. If you don't feel well it's advisable that you should. طبعا يجب أنت تشوف يعني you should عشان advisable. أما القط غلط ليه نقصته. Which sentence is correct. أي جملة صحيحة. طبعا الأولانية غلط لأن سوما بيجيش بعدها صفة واسم بالشكل دوت. So clever he is برضو غلط. المفروض تبقى is he صيغة السؤال يعني. سي بقى such a clever boy he is برضو مفروض تبقى صيغة سؤال inversion طالما بدأنا بسو such يبقى الأخير هي اللي صح. such a clever boy is he. In a CV when you mention you are excellent at using Microsoft Office you are talking about انت كده بتتكلم عن ايه skills المهارات بتاعتك كمبيوتر وكده. to keep in touch with someone means you اللي انت ايه. طبعا keep in touch with يبقى على اتصال معه يبقى contact يتصل بالناس او communicate. طبعا لما بتاخدش حرف جر contact يبقى النقطة الأولانية contact. اللي فيها معه is communicate يتواصل معه. شوف بقى الاختيار اللي بادئ بcontact و communicate هيبقى الأولانية أول واحدة. Where do we put periods بنحط النقطة فينا جماعة. period يعني نقطة. At the end of sentences في نهاية الجملة العادية يعني الجملة الخبرية. sentence ما الأولانية جملة تعجب والثالثة سؤال والأخيرة برضو سؤال. أي من الآتي لينكر يعتبر يعني رابط للأديشن للإضافة. furthermore الأولانية بالإضافة إلى ده رابط الإضافة. therefore معناها لذلك. that is why لذلك. due to معناها بسبب. هناخد بقى كده يعني تسلية كده سؤالين قصة ولا حاجة مع بعض كده يعني. يعني صفحة 18 في السؤال رقم 22. بيب had a sound conscience. بيب عنده ضمير ضمير حي. do you agree? yes I agree. ليه؟ because he wanted to admit كان عايز يعترف stealing the pie اللي هي الفطيرة and the file. he wanted to admit عايز يعترف لمستر جو. يبقى كان عنده ضمير yes طبعا. luck and coincidence. طبعا يعني ايه luck اللي هو الحظ coincidence والصدفة coincidence يعني معناها مصادفة او الصدفة. نقص بيب من punishment من العقاب after he had stolen the meat بعد ما سرق الفطيرة يعني. الحظ طبعا والصدفه نقزوه ازاي. when the police officers came to Mr. Joe's house to ask for a blacksmith. طبعا لما كانوا رجال الشرطه جم عشان يطلبوا ايه بلاك سميث اللي هو الحداد يعني سالوا حداد في بيت مستر جو.
فده طبعا نقص اللي هو بيب من الحرج في سرقه الايه الباي الفطيره. يبقى when the police officers came to Mr. Joe's house to ask for a blacksmith to mend, عشان يصلح the broken handcuffs. سؤال اخر اللي هو رقم 29 تحت في الفصل الاولاني برضو يا جماعه. سؤال رقم 29 يا جماعه بيقول لك even Joe, حتى مستر جو sympathized with, sympathize معناه يتعاطف, sympathized with the escaped prisoners, مع المساجين اللي هو ايه الهاربين, الستريت وضح ذلك ودي يعني possible reason اللي عمل كده. طبعا هي وين مستر جو سمايلد لما ابتسم لمجويتش اللي هو المتهم يعني, هو وين هي تولد هيم لما قال له اي ستول يور باي, هي سمايل تو هيم ابتسم له يعني, هو بيقول له انا اللي سرقت الفطيره بتاعتكم, بيبتسم له مستر جو سمايل تو هيم, ابتسم للمتهم مجويتش. طب وليه عمل كده؟ بيكوز هي نيو ذات, لانه عارف طبعا ان لايف الحياه ويز هارد كانت صعبه في الوقت دوت, وعارف ان البوفارتي الفقر سام تايمز ميكس بيبل كوميت كرايمز, عارف ان الفقر بوفارتي اللي هو الفقر سام تايمز ميكس بيبل احيانا بيخلي الناس ميك او دو يفعلوا بعض الجرائم كوميت كرايمز. ناخد سؤال اخر في الفصل الثاني مثلا صفحه 19 في رقم 11, ان يور اوبينيون, في رايك, what does Joe's insistence, اصرار Mrs. Joe, Bib must go to Miss Hisham's show about him. ده بيوضح عنا ايه؟ رقم 11 في صفحه 19 بيقول لك طبعا اصرار مستر جو مسز جو اللي هو بيب اخوها طبعا يروح عند ميس هشام دوت بيوضح ايه عن شخصيتها, عن شخصيه يعني مسز جو. طبعا لو بصينا للسؤال زي دوت ده بيوضح ايه عن شخصيتها اللي هي طبعا لوجد اللي يبدو عليها جريدي جشحه جشعه جريدي جشع كرول قاسيه wanted him to طبعا to do anything for money, عايز بيب يعمل اي حاجه من اجل المال, يبقى كرول قاسيه hard on بيب صعب على بيب wanted طبعا to make a lot of money, عايزه تعمل فلوس كتير out of بيب بسبب بيب. رقم 16 في نفس الصفحه ميسي في شامز هاوس, بيت ميسي في شام reflected عكس her broken heart قلبها المكسور. ازاي؟ اوصف لي بقى the garden, الحديقه was untidy كانت غير مرتبه, everything in the house كل شيء في البيت dark and gloomy كئيب ومظلم, ده برضو من ضمن الإجابات. طبعا everything in the house looked unused غير مستعمل unused, the curtains الستائر were closed كانت مغلقة all the time, هتحكي عن بيت ميس هشام. مثلا صفحة برضو 20 السؤال رقم 29 فوق في الفصل الثاني رقم 29 بيقول لك استيلا هيرسيلف ا فيكتيم, طبعا استيلا كانت نفسها ضحيه يعني. دو يو اجري از ذس ترو؟ يس اتس كومبليتلي ترو, فعلا كانت هي ضحيه. ميس هشام ترند هير, هي اللي حولتها انتو اكرول وومن الى امراه قاسيه كرول وومن. سؤال اخر في صفحه 20 في الفصل الثالث الثاني, ديسبايت بينج بور, بالرغم اللي هي طبعا فقيره مسز جو وعائله جو يعني كانوا اونست بيبل والناس امناء, وضح لي ده بمثال يعني. When they discover لما اكتشفوا the coin was wrapped in a bound note, فاكر انت الكوين العمله اللي خدها بيب من واحد موجود في الان, الراجل الغريب اللي كان بيقلب الشاي بتاعه بالفايل من الببرد وشاف بيب واداله عمله, كانت العمله طبعا عرفنا بعد كده في اخر القصه اللي هي جايه من ماجويتش. بيقول لك When they discover لما اكتشفوا the coin اللي العمله ديت was wrapped كانت ملفوفه in a bound note بورقه بجنيه مبلغ كبير في الوقت ده, جو went back راح تاني to the inn to return it عشان يرجعها to the man. When he found that لما اكتشف the man has gone الراجل مشي, Mrs. Joe kept the bound note خلت الورقه ديت on a shelf على الرف where it would be safe.